السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا شباب البداية أتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وأتمنى أنكم تستخدموا المقطع لايك ونبلش شرح التحديات. أول تحدي مطلوب منك تفتح 7 صناديق بجانك جانكشن أو 7 صناديق بنيو تلتد. تفتح 7 صناديق بجانك أو تلتد. التحدي الثاني مطلوب منك تفتح 7 صناديق رصاص بأماكن مسمية مختلفة، بس مطلوب منك 7 صناديق وكل صندوق تفتحه مكان عليه اسم أم شرط بنفس الجيم. التحدي الثالث مطلوب منك قتل 3 أشخاص باستخدام أسلحة عليها كاتم صوت، يعني عندك سكار كاتم وعندك سنايبر كاتم، المهم مطلوب منك قتل 3 أشخاص. التحدي الرابع مطلوب منك إنك تدمج خصمك اللي بيكون راكب على مركبة أو دبابة أي إشي، يعني تدمج خصمك 200 دمج وهو مستخدم أي مركبة. التحدي الخامس 3 مراحل، أول مرحلة إنك تزور بلوك ولوت ليك بجيم واحد. المرحلة الثانية لما تخلص الجيم إنك تزور فاتل فيلد ونيو تلتد بجيم واحد. والمرحلة الثالثة انك تزور سنوبي وميجا مول بجيم واحد. وننتقل للتحدي السادس، مطلوب منك انك تعمل 3 اشياء بجيم واحد. اول اشي مطلوب منك انك تفتح صندوق، وطبعا بنفس الجيم بتروح تفتح كمان، او تروح عفوا تروح تستخدم آلة البيع، وبضل عليك ثالث واحدة بنفس الجيم بتسويها اللي هي انك تستخدم الكام فاير او انك تستخدم النار. طبعا الكام فاير او النار اللي بتكون على الارض، او الكام فاير او النار اللي بتكون بالصندوق، يعني هذه 3 شغلات لازم تعملهم بجيم واحد وبتخلص التحدي السادس. التحدي السابع مطلوب منك قتل شخص من مسافة 5 متر او اقل. الطريقة الاولى انك تكون قريب منه وتعمله نوك داون وتفنشه. الطريقة الثانية انك تعمله نوك داون تبطحه من اي مسافة بعيدة عادي، بس اهم شيء انك لما تفنشه تقرب عليه، يعني انت تبطحه باي سلاح من اي مسافة بعيدة عادي وهو معمول له نوك داون ومبطوح على الارض، بتقرب عليه وبتفنشه من مسافة 5 متر او اقل. وهيك بكون خلصت شرح تحديات الاسبوع. وبس شباب، هيك بكون وصلنا لنهاية مقطعنا، فاتمنى من كل شخص فيكم حاب يدعم القناة انه يستخدم كود المتجر YZYZET عنده بالايتم شوب. وبس شباب، اتمنى من رجال على القناة انهم يشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس حتى توصلهم اشعارات المقاطع بنزلهم اول باول. وربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.